إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام شهد الليل يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا الهدية محمد هاشم أشعري ورسوله وفضله وأزواجه وذريته وخصوصا الهدية عبد الرحمن الرحيم صلاح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظم سلطانك. اللهم يا الله يا قاضي الحاجات. يا الله اقضي حاجاتنا. يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم تقبل وأرسل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وصلينا على سيدنا محمد هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة سامنة. نقدم على ذلك حبيبنا وشفيعنا على سيدنا محمد وإلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وشيخنا وشيخ أستاذنا وأستاذكم ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والإيمان خصوصا لرحيك هذه محمد شيخ أشعري وأصوله وفروعه وأزواجه وذريته وجميع مشايخ مع التكبير وخصوصا يا عبد الرحمن الرحيم. يا الله اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران. يا الله إن ذلك فداء لها من النار وحجابا لها من النار وسترا لها من النار. اللهم يا الله يا الله يا قاضي الحاجات. يا الله اقضي حاجتنا وحاجات غيرك. يا الله من حوائج الدنيا والآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا فتاح يا عليم. يا الله افتح لنا علم اليقين. يا الله افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم يا الله سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برضا الله بشفاعة رسول الله. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.